كثرة السهر وال يعني قلة النوم يعني والسكريات والأشياء دي كلها يعني من مدمرات جهاز المناعة على كل حال. حتى لو الإنسان يأخذها يعني مؤقتا، احنا نقول شهر شهرين تاع معليش العطلة. معليش مؤقتا، لكن يعني الإنسان يجرب ماكسيمو ينقص من السموم. يعني شوف سبحان الله في القرآن الكريم ربي قال: والتين والزيتون وطور السنين وهذا بدل مين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يعني الله خلقنا في صورة كاملة، خلق لنا جهاز مناعي يعني قادر يقاوم أي مرض، أي فيروس، أي ميكروب، حتى الكانسر. لكن اللي صار إنه نحن فسدنا جهازنا المناعي. مثلا شو اللي بيضعف جهاز المناعة أساسا؟ كثرة السهر وقلة النوم. يعني أقل شيء لازم ينام 8 ساعات الإنسان، تناول السكريات، تناول المضادات الحيوية بكثرة بتدمر جهاز المناعة. إضافة إلى إنه الإنسان يعني يعتني بالرياضة تبعه، الرياضة كثير مهمة جدا، لأنه بتنزل الكورتيزول اللي بيكون طالع بالجسم. الكورتيزول بيطلع نتيجة القلق والتوتر. لا طبعا لو نروح لجهاز المناعة، يعني 50 ل 60% منه موجود بالجهاز الهضمي، بالميكروبيوم، بالأمعاء، وباقي المناعة موجودة بالغدد اللمفاوية وبالنخاع الشوكي طبعا. تمام، فأي خلل بالجهاز الهضمي بيؤدي لضعف بالمناعة بشكل كبير. يعني